صباح الخير، صباح الأمل، صباح الأماني. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك أن لا إله إلا أنت سبحانك رب العرش العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بهذه التسابيح نبدأ أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج استراحة. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير بمناسبة قدوم عام 2021. وبما أننا النهاردة هنتكلم على عام جديد، يعني لازم نتكلم على عام قديم، يعني في قصص وذكريات وصندوق مليان حاجات. هنفتح الصندوق ناخد شوية حاجات نفتكرها ونرجعها تاني مكانها. بس النهاردة أحب أرحب بزميلتي ياسمين. اهلا ياسمين. كان المفروض تبقوا ياسمينتين. ايوه ياسمينتين، خدنا بس واحده. انت عارفه كل واحد بيحصل له ظروف بقى، وياسمين الف سلامه عليها. ان شاء الله تبقى إن شاء كويسه، الله تبقى معانا المره الجايه. كل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليك. خير مشاهدين الكرام، ويا رب تكون فقره خفيفه عليكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قولي ياسمين، هنفتكر شويه حاجات كده من الصندوق بسرعه. أيوة. جدا، علشان يعني 2020 كانت مليانه بالاحداث. ايوه. فخلينا كده ناخد من الاول يعني. بلاش نتكلم في الماضي يا دليل. خلينا كده، يلا كمل. اوكي. لو افتكرنا كده قرار الحظر. قرار الحظر، هو قرار الحظر كان صعب علينا كلنا، سواء يعني انا كشخصيا او الاسر المصريه كلها. لان طبعا حسينا ان في حاجه كده، اتخضينا، ايه ده؟ هو الكلام بجد ولا ايه؟ أيوة، فاهمه؟ وطبعا كل حاجه باظت، يعني اللي مثلا دروس، مدارس، سواء لو حد عنده اولاد دي وقفت. بالظبط. إيه اللي عنده شغل، ناس كتير اتعطل شغلها. حقيقي. ففي حاجات كتير كانت صعبه في البدايه، بس دايما هنقول جوه كل شر خير، ربنا عينه لنا. فكان الخير ان احنا نرجع زي زمان، نقرب لبعض، يبقى في اسر، في ترابط اسري. إيه، كنا مش فاهمين بعض في البدايه، بس بعد كده الترابط الاسري بقى شيء جميل. رجعنا لايام زمان، جدي وجدتي واللمه، الكحك بتاع العشر دقايق والفشار والحاجات الجميله اللي احنا عملناها. اي نعم، تخمنا شويتين مش مشكله، لا كتير صراحة. بس يعني كانت الاعداد جميله، فكرتني فعلا بكنت حاجات مفتقداه. يعني لو الولد ده في الدرس، البنت دي في التمرين، ما كانش فيه، قعدنا بقى. بس ده خير لينا كلنا بصراحه يا دليل. صح. لان يعني الفتره دي مش انا بس، هتلاقيكي انت برضو مريتي بكل ده. عملتي، احكي لي. طيب. والله يعني في الاول انا ما كنتش متخيله ان الموضوع هيكبر قوي كده، يعني الحظر ده ياخد له يومين، ثلاثة، أربعة، عشرة، شهر. أيوة. لكن ده احنا دخلنا في الحظر لرمضان. أيوة. يعني ايه رمضان من غير عزومات؟ لا خلي بالك، قبل فتره رمضان كمان حسيت ان حياتك اتلخبطت. طبعا. ان هو في ايه، انا يعني احنا متعودين على حاجه، فلقيتي كل حاجه مش موجوده. كل حاجه يعني زي ما يكون ربنا عايز برضو يقول لنا سبحان مغير الاحوال. عارفه انت، هو ربنا جاب لنا الموضوع ده والله يذكرنا بيه دايما، اللي هو لا انتوا احنا الفنا النعمه، الفنا. احنا زهقت من الشغل النهارده، مش عايزه اروح. بالزبط. انا كل يوم تمرين، انا زهقت، انا كل يوم اللي بنام فيه بصحى فيه. حقيقي. فالاف النعمه ده تحسي ان ربنا فوقنا بقى. لا ده الحمد لله، احنا عايزين نرجع لحياتنا اللي ما كانتش عاجبانا. لو تخيلتي او افتكرت. فعلا. لا بجد، فخلانا لا احنا نفسنا نرجع لحياتنا الطبيعيه، من غير اي خوف، من غير اي تباعد، زي ما احنا من غير حاجات كتير قوي احنا قلقانين منها فعلا. طبعا. فإلاف النعمة ده فعلا شيء مش كويس، وربنا يعني بعت لنا رسالة من خلال الحظر بكده، ان احنا لا ما نقلفش النعمة ونحمد ربنا كتير على اي حال. فترة الحظر. ايوه. واحساس ان مفيش عزومات في رمضان ده كان صعب. ده يعني ايه افضل طول رمضان 30 يوم اعمل اكل. أيوة. بس يعني أيوة، ما حدش يقول لي تعالي ريحي النهارده كده، ولا أيوة. انت معزومه عندنا النهارده، ولا اي حاجة. كل يوم مطبخ يعني. أوه. كل يوم وقفه مطبخ ومواعين والفكره بقى ان رمضان من غير تراويح ملوش طعم. لا صعب، عايزه اقول لك كان صعب جدا على الامه الاسلاميه كلها. صراحة. مش علينا بس. حقيقي. وتغيير صيغه الاذان كانت بتوجع القلب. طبعا. بجد ناس كتير بتقول احنا ما بنحبش نسمع الاذان ده. دي صعبه قوي. ايوه. حقيقي. كانت صعبه قوي فعلا. وبعدين عايزه اقول لك معظم الستات اللي سامعاني دلوقتي زعلانين على صلاه التراويح، لان هو ده الفتره الوحيده ان الست بتنزل فيها للجامع. صحيح. يعني من السنه للسنه اللي هي فتره التراويح دي. صحيح. فحقيقي كانت صعبه بالنسبه لنا كلنا، رمضان كان صعب من غير تراويح بصراحه. حقيقي. والاذان. بس هقول برضو ان يعني
كان خير ان احنا ممكن نقعد. بس اقول لك برضو على جانب حلو، كان الممثلين بيطلعوا يعملوا لنا اعلانات كده يصبرونا بيها شويه. شفتيها دي يا داليا؟ التيك توك والحاجات دي لا، يعني الاعلانات نفسها اللي كانت بتيجي في الفواصل بتاعت المسلسلات كانوا بيعملوها من البيت. شفتي انا عادي اهو يعني كان بيصبرونا. لا احمد حلمي الصراحه كان مروقنا خالص. الكيكه بتاعته اللي كان بيعملها بسرعه ويرميها قبل ما منى ترجع، ده حقيقي يعني. في كيكه تقعد 3 ساعات في الفرن. لا بس كتر خيره انه عمل كيكه برضه، ده حب المنى. لا وايه وياكل يقول الله زي وحشه جدا. لا بس هقول لك برضه ان هم صبرونا يعني، طلعوا لنا يعني احنا كمان حياتنا واقفه اهو. ده من جانب اللي هو عارفه بيدعمونا روحانيا عشان كان فينا ناس كتير حزينه. لا احنا معاكم اهو، احنا برضو في البيت وبنشتغل من البيت معاكم. فكره ان الولاد في البيت مش 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 يعني مش مقتنعين ولا مستوعبين فكره ان احنا بجد قاعدين في البيت. احنا عايزين ننزل النادي حبايبي، ما فيش نادي. يا ماما انت حبسانة. انا مش حبساكم، هو الدنيا كلها محبوسه. انتوا ليه فاهمين ان الموضوع مقتصر عليكم انتوا؟ ايوه ده حقيقي. لا هم الولاد مش مقتنعين ان الموضوع بجد يعني ما حصلت لناش قبل كده، او هم يعني ما عدتش عليهم يعني. ده حقيقي يعني يمكن ايام الحظر، ايام الثوره والحاجات دي كانوا لسه صغيرين شويه، فمش مش مستوعبين يعني ايه حظر. بس هقول لك مش مستوعبين برضو خطر الوباء نفسه. ده حقيقي. لا والله في كبار مش اطفال، بس يعني في كبار برضو عادي يسيبها لله يعني، مش واخدين احترازاتهم ومعتقدين انك سيبيها لله دي تنزلي عادي من غير كمامه وربنا هيحميكي. لا هو ربنا برضو قال لنا ناخد بالاسباب يعني طبعًا. ولا ايه يا جماعه؟ اكيد طبعا يعني يا ريت تشاركونا كده برايكم ولا ايه؟ طبعا. بس انا احب اقول برضو في امهات استغلت ده، قربت من ولادها. جميل. إيه صاحبتهم بما اننا احنا بقى في برنامج فني اجتماعي واستاذ بلال يعني بيطلع لنا برضو حاجات وبيقدم الموهوبين للموضوع دوت، ان الحظر طلع لنا موهوبين كتير، ناس فعلا. كتير اكتشفت نفسها في الفتره دي. ايوه وزي التيك توك برضو ما اكتشفوه الناس في الفتره دي. فتحسي ان لا يعني التيك توك قلب الدنيا بصراحه. ليلى وملك واحمد زاهر صراحه قلبوا الدنيا. وبعدين بكلمك مش بترد، دي بلهدلت الدنيا. لا دي فظيعه يعني. عايز اقول لك ابني عامل التيك توك، انا نفسي ككبيره بحبه، مش شرط الاطفال بس، لو في ناس ضده يعني في ناس عملتوه يعني جربتي تعملي كده انت والولاد؟ بس انا ما نزلتش معاهم بصراحه. احنا عملنا يوتيوب ونزلت معاهم فيه وبنسجل كل لحظات حياتنا، حاجه جميله قوي يعني بصراحه. بس انا بشوف مواهب كتير بقى على التيك توك فظيعه. يعني بصراحه الحظر ادانا ان احنا نطلع اللي جوانا، وفي حاجات مش حلوه برضو يعني. ما انا بقول في جانب ايجابي وهو كل حاجه كده، خلي بالك الحظر برضو زي ما ليه جانب ايجابي ليه جانب سلبي. اكيد كل حاجه ليها ايجابي وسلبي يعني. هم الناس بما انهم فاضيين فكله عمل كل حاجه. كله عمل. انت عملت ايه في كحك العيد طيب؟ لا بصي، هو انا كحك العيد والحاجات دي صراحه ماليش فيها قوي يعني، عشان ما نبهدلش الدنيا كده على الهوا يعني الصراحه. كلتي كحك يعني ولا عملتي ايه؟ لا طبعا انا باكل كحك وبيجي لي كحك يعني، ربنا يخلي لي خالتي هي اللي بتعمل لي كل حاجه. الحاجات دي ماليش فيها انا يعني. انا اكل بس ما اعملش. ما هو دلوقتي ما بقاش حد يعمل يعني، هي بقت زي زمان برضو. زمان كان الاسره واللمه، ما هو ده بقى الجانب الحلو من الحظر، ان هو قربنا من بعض. ايوه فعلا. تمام. معانا مكالمه. الو الو نوره. ايوه ازيك يا نوره؟ الحمد لله. منين؟ الو وطي التلفزيون شويه يا نوره عشان تسمعينا. الو سامع حضرتك كده. اهلا بيك يا نوره. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتي طيبه، سنه سعيده عليكم يا رب. يا رب وحضرتك طيبه واسره البرنامج كلها بخير. ميرسي يا حبيبتي. طيبه يا حبيبتي. قولي لي اخبار ايه؟ اهلا بيكي معانا. قولي لي اخبار 2020 كانت معاكي ايه؟ اتعلمتي منها ايه؟ لا اتعلمت بصراحه في ترابط اسري بقى. في الفه بيننا وبين الولاد جامده جدا. صحيح الحقيقه. وفي نفس الوقت برضو عرفنا قيمه الصحه وقيمه ان البني ادم عايش كده ومتعافي وربنا الحمد لله ساترها معاه. الحمد لله ربنا يديكي الصحه يا حبيبتي. تمام. دي كانت اكتر ميزه يعني الواحد الحمد لله طلع بيها، انه يحمد ربنا على نعمه الصحه. اللي هو الاف النعمه يا نوره صح؟ الافنا النعمه. ايوه كل سنه وانت طيبه. الاستاذه ياسمين كانت قايله برضه دلوقتي. ايوه فعلا هي الالفه والترابط بين الاسره. تمام. ايوه ترجع فعلا. شكرا ليك يا نوره وتابعينا على طول ان شاء الله. شفت لك حته الترابط دي فعلا، ناس كتير كانت فاقداها ولقيتها في خلال الحظر اللي احنا. صحيح ده كان الجانب الايجابي من الحظر.
ده حقيقي، لكن برضو فترة الكورونا والحاجات دي أو سنة يعني 2020 كانت مليئة بالأحداث السيئة، يعني منها وفاة نخبة كبيرة من الفنانين اللي كان ليهم علامة مميزة في عالم الفن، وطبعا على رأسهم الفنانة ماجدة الصباحي أكيد. اللي كانت بتلقب بعذراء السينما لأنها اتجوزت مرة واحدة بس طبعا من الفنان الكبير إيهاب نافع. أيوه. وطبعا الحلوة اللي غنى لها عبد الحليم حافظ الفنانة الكبيرة نادية لطفي، ودلوعة المسرح الفنانة شويكار، والفنان حسن حسني اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين مين هيقوم بدوره في الأفلام بعد كده، كمان الفنان الكبير الفنان الاستعراضي محمود رضا، إبراهيم نصر فقدناه في رمضان، إبراهيم نصر الفنان الكبير اللي كان بيتميز بزكية زكريا وأنفخ البلالين يا نجيت، يعني ومحمود ياسين برضو من الشخصيات الجميلة. معنا مكالمة. ألو ألو ياسمين. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيكي. اهلا بيكم، منورين. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اخبار 2020 كانت معاكي عامله ايه؟ دي احكي لي على ذكرياتك يا ياسمين. والله هي كانت سنه صعبه شويه على الكل، بس الحمد لله ان ربنا عداها على خير، واهم حاجه ان ربنا سترها معانا. الحمد لله كانت سنه جميله الحمد لله، عدت بالحلو والوحش بتاعها، بس الحمد لله يعني. الحمد لله. احلامك وامنياتك في 2021؟ سؤال يمكن صعب شوية، بس يعني أتمنى طبعا ربنا يديم ستره علينا الحمد لله يعني، و يا رب. طب ياسمين، ويخلينا الأولاد ويبارك فيهم كلهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا حبيبتي. ياسمين طلعتي بإيه من 2020؟ طلعت بحب إخواتي وأهلي، وربنا يخليهم ليا يا رب إن شاء الله، ويبارك فيهم دايما يا رب. ترابط الأسر. شكرا بارك. ياسمين، يعني مبسوطين بالمكالمة بتاعتك، وإن شاء الله تبقي صديقة معنا في البرنامج. شكرا بارك. ياسمين قفلت. ميرسي. نرجع نكمل الفنانين النجوم الصراحة اللي فقدناها، الفنانة أيقونة الشياكة والأناقة الفنانة رجاء الجداوي، وأخيرا الفنان القدير محمود ياسين. الحقيقة ياسمين يعني الوقت خلص بسرعة وفقرتنا خلصت، خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش فقراتنا. هدف برنامجنا هو فني اجتماعي، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الفنية لفرقة استراحة. استنونا، لسه عندنا فقرات كتير لكن بعد الفاصل. خد لك بريك وافصل، اكتب كلام واشعل، انغني النهارده يوم مش زي اي يوم، النهارده يوم مش عادي، النهارده معانا لاول مره وحصري 2021 و2020، وبنبتدي بسؤالنا النهارده ل 2021، يا ترى جايه ليه؟ انا جايه معايا الاحلام وبدايه الفرحه لقدام، وان كان الماضي مزعلكم انا جيت وبقول يلا سلام. يا سلام، يا ترى 2020 تعليق ايه؟ معلش، هي فرحه بدايات وتفاؤل زايد عن حده، شايفاكي سعيده ومبسوطه، معلش يومين تقلب ضده. الحزن مليك يا نكديه، سنه راحت وكمان سنه جايه، لونك بهتان وده مش فيا، واللي انت كسرتيه انا قده. اضحكي بلوانك على العالم، ده سوادي بكره هيملاكي، واللي بيضحكلك عشمان بكره هيرجع لي وينساكي. يرجع لك ايه ما انت شايفه؟ ده الكل بيتمنى لقايه، الناس وجودك كانت خايفه، ما لقيتش امانها الا معايا. بتقولي امان؟ والله ضحكت. لساكي يا بنتي في سنة أولى، لو جودي نصيب مش لعبة وبخت، ولا عمري هسيبهم بسهولة. سلام جدا، سلام جدا، وما تزوريناش، كئيبة بشكل مش معقول، يا رب سوادها ما يطولناش، ولجروحها نلاقي حلول. على فين يا أستاذة أنت على الهوا؟ يكشي الكل على القمر، إلغي رحلتش. إلغي رحلتك فين؟ إيه؟ ما لحقتش تدخل ومشيت. أنت قاعدة معانا؟ مطولة؟ على طول؟ النبي يا استاذة، يا ابو ليه؟ يا ابو النبي يا ابو ليه؟ انا معكم عبد الرحمن يوسف. اختي يا ابو، اختي يا عز، اختي يا اختي.
ماشية الحياة دي، حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والثانية، هنعمل ايه؟ ده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحلالنا بنزعل. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح السعادة. طبعا لسه مكملين فقراتنا، وعايزة أشكر، بس قبل ما أرحب بزمايلي عايزة أشكر النهاردة قصد العمل اللي كان شغال العمل الفني، عايزة أشكر مستر عبد الرحمن يوسف، عايزة أشكر الشاعر الجميل، الشاعرة الجميلة ندى وحبيبة وآية عبد السلام. طبعا عايزة أرحب بيكو. إيمي صباح الخير يا إيمي. صباح النور، كل سنة طيبة. وأنت طيبة حبيبتي. صباح الخير يا عمار، أخبارك؟ صباح النور يا سمر، عامل إيه؟ الحمد لله. لا فوق كده يا عمار بقى، يعني النهاردة يوم جميل وكله تفاؤل. صباح النور، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله سنة سعيدة عليكم. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل. بمناسبة النهاردة الأربع 6/1، يعني أنا عارف إن الناس كتير هتزعل مني، بالذات الأهلي والزمالك، ان الاهلاوية هيزعلوا هينبسطوا، انما الزمالك يقول لك ليه يعني كده، كده انت اهلاوي؟ لا انا مش، انا محايد. بس بمناسبة النهاردة 6/1 الكرة مكسب وخسارة. وبمناسبة كمان هنضيف نقطة صغيرة بس، ان امبارح كان مرور 110 سنة على مقاولية النادي الزمالك. طيب بص اهو اثبت ان هو مش زملكاوي خالص يعني ولا اهلاوي. عايز اقول لك، بما ان انت يا عمار كنت بتقول ان الكوره مكسب وخساره، عايز اقول لك ان حياتنا كتير بنقابل طبعا المكسب والخساره. بس هل 2020 هي كان فيها مكسب وخساره كتير، وكان فيها دروس كتير اتعلمنا منها؟ ممكن يا ايمي بقى تقولي لي ايه اللي ممكن تكوني اتعلمتيه او كسبتيه او خسرتيه في 2020؟ انا كسبت في 20، هي 2020 اولا كانت سنه صعبه، صعبه في كل احداثها وتقيله علينا. لو كسبت حاجه، كسبت ان عرفت قيمه ان احنا عايشين ومكملين في الدنيا بستر ربنا، ان احنا عايشين لحد النهارده ده بستر ربنا. في ناس انصابت، في ناس لا، فده لو احنا مكملين ده بستر ربنا. اتعلمت ان قيمه الوقت وقيمه قيمه الدنيا ماشيه ازاي في الحظر بقى. عرفت ان روتين الشغل ده كان نعمه، تكرهي ان انت نازله من الصبح بقى والشغل وكده، انا ايه اللي بيوديني؟ انا بكره هستقيل، انا بكره لازم استقيل، ما ينفعش كده. انا عمري بيضيع في الشغل، لكن لما قعدنا في البيت لا، ما ينفعش كده، ايه اللي بيحصل ده؟ كنا في نعمه كبيره جدا، ايه اللي بيحصل ده؟ لا كده كان كويس قوي. فالحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله ربنا ما يعودها، وان شاء الله سنه 2021 سنه سعيده يا رب. بابتسامتك دي يعني اكيد سعيده ان شاء الله علينا وعلى كل المشاهدين. قولي بقى يا عمار، يعني انت 2020 ممكن تكون طلعت بيها ازاي، والحظر كانت فتره يعني عشته ازاي، الفتره اللي عشت فيها قضيتها ازاي في الحظر؟ اول حاجه فتره الحظر دي كانت اصعب فتره في الشعب كله، في مصر عموما يعني. كان كله بالحظر دي كان فتره صعبه بالذات على المصريين. ليه بقى؟ لان الكورونا زادت عندنا شويه، فعشان ترجع، عشان اللي ما استفادش حاجه من الحظر يبقى ما استفادش حاجه في حياته اصلا. لان ده الحظر ده قعدتك في البيت بينظم لك وقتك، بيخليك تقراي، بيخليك تتعلمي كل حاجه، وبالذات الطبيخ. ايوه ولد وبيتكلم عن الطبيخ. ايوه لا، اتعلمت كتير، اتعلمت كتير من الطبيخ. حلو جدا. احنا عايزين نعرف تعلم ايه بس. لا ما انا هقوله دلوقتي. احنا عايزين نعرف. لا هعرف طبعا، يعني قول لي يعني. ما ينفعش حد الكلمه دي كده. وكمان فتره الحظر دي تخليك اللي ما اتعلمش فيها حاجه لا عمره ما هيتعلم. انا اتعلمت مثلا ازاي انظم وقتي، اتعلمت ازاي اسست نفسي في حياه معينه، ازاي يبقى عندي، امتى اضحك، امتى يبقى عندي ثبات انفعالي، امتى القراءه نمت العقل. فيك مقوله بتقول لك ان القراءه بتنمي العقل، انا ما عرفتش قيمتها غير في الحظر، عشان كده فايده الحظر هي دي.
وكمان فايده الحظر في حته نقطه تانية، لمه العيله ما كانتش موجوده بقت موجوده في الحظر وهي مستمره لغايه دلوقتي برضه. يعني فتره الحظر بالنسبه لك يا عمار كانت واقفه مع النفس، صح؟ يعني كنت عامل واقفه مع النفس، بتعيد حساباتك، بتعرف نفسك اكتر. بس انا حابه اقول لك بقى، بما اني يا جماعه الرجاله انا بخاف قوي لما بتدخل المطبخ بصراحه، فدي حاجه بتقلقني. كوارث كوارث. فعمار يعني واحنا بندردش كده بره قبل ما نطلع هوا، قاعد يقول لي عارفه سمر انا اتعلمت طبخه حلوه جدا. طب حلوه قوي، يعني ولد وتعلم طبخه؟ انا كنت خايفه على مامته والمطبخ الفضايح دي. بس كنت حابه اعرف ايه الطبخه يا عمار منك؟ شعريه بسكر، دي اهم حاجه في حياتي. دي اهم طبخه. طب وبالنسبه للمحشي ده مش طبخه خالص؟ لا طبعا، بس كفايه ان الراجل يدخل يعمل التاتش بتاعه في المطبخ، دي اهم التاتش. حاجه والله العظيم انا نفسي ادوق الشعريه بسكر بتاعته، اكيد حلوه جدا. انا عايز اعرف راي مامته لما عرف ان الطبيخ هو الشعريه. يا ريت تعملي لنا مداخله كده. لا تطلع بره، ما تاكلهاش تاني. اكيد ما تاكلهاش تاني. انا برضو عن نفسي من فتره الحظر كنت بدخل المطبخ الحمد لله، مش كتير طبعا. الحظر معاكي كان عامل ازاي؟ لا والله العظيم انا عايز اقول لك اني فعلا كنت انا من النوع اللي مش من هوايات المطبخ قوي. بس لما بحب حاجه او نفسي فيها بحب ادخل اعملها وتطلع حلوه جدا. تمام. فطبعا يعني عملت مزاجك بالظبط مزاجي. وطبعا دخلت عملت بسكوت العشر دقايق، ده كان الراعي الرسمي في فتره الحظر. والكيكه بس احنا ما شفناش حاجه. لا ما انت هتشوف بعد الحلقه الكيكه. طبعا ابدعت فيه جدا والله، والحمد لله كان طعمه حلو قوي. تحسه كده طعمه امراي، عارفه كل حاجه فيه كانت سريعه ومش متعب جدا، وفي الاخر شكله حلو وطعمه احلى. عشان كده الشعب المصري تخن تخن من اكل الدليفري اللي هو انا عاوز اكل ما اعمل حاجه سريعه. طب ليه ما تاكل كويس؟ لا انا هاكل حاجه سريعه. عشان كده الشعب المصري بقى ضايع خالص. لا لا ظبط الدنيا بعد فتره الحظر. بعد الحظر الناس كلها عملت ريجيم. طبعا انا حابه اعرف بقى يا امي فتره الحظر انت قضيتيها ازاي؟ انا عملت كوارث في المطبخ برضو. انا هسلم نفسي لماما النهارده، انا طالعه اسلم نفسي. في فتره الحظر كان طبعا معايا وقت كتير، فدخلت بقى على موقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، ودخلت على مواقع الطبيب بقى والناس اللي بتعمل اكل. قالك اكلات يا سمر تحفه، والصور كمان ايه اتحرك فيك حكايه يا جماعه انا شيف، انا شايفه نفسي شيف. فخلاص بقى والدنيا اتحركت، فدخلت قلت يلا اعمل. فعملت الكبسه حضرتك، انا عملت الكبسه بطريقه عمل الشعريه، ما تعرفيش ايه اللي حصل. تمام. بس كويس جدا والله ان انت عملتي كده. بس كده في سر الشعريه دي ترجع لقيت كده تقريبا الحظر كان الراعي الرسمي للشعريه كده. التاتش بتاع الرجاله بان طبعا. طبعا الشعريه. انا كمان النهارده مداخله تليفونيه، تخيلوا بقى. يعني عايزين نشوف راي الناس ايه كانت فتره الحظر. الو يلا نستنى مداخله تاني. يعني ده من الشعريه. هو هرب من الشعريه. طب حلو يا ايمي ان انت اخدتي الاكشن ده والريسك ده. كمان في حاجات تانية بتحصل يعني في الحظر. كمان عرفت اوظف وقتي في ان انا دخلت على اليوتيوب وعرفت ازاي ابدا في اساسيات المونتاج. تمام. في برامج بتنزليها على الجهاز وتبداي توظفيها في الفيديو. بس عرفت الاساسيات، فده طبعا محتاج ورشه. فبما اننا بقى الدراسه اتاجلت فلا الدنيا تمام وزي الفل ان شاء الله. ان انت اتعلمتي حاجه جديده وابتديتي تاخدي اكشن في حاجه جديده. اللي ما اتعلمش حاجه في الحظر عمره ما هيتعلم. انت بقى اتعلمت ايه في الحظر؟ لا عشان انا عارفه انا اتعلمت السواقه الحمد لله. انا مش هركب معاها تاني. ربنا يستر كده مش هركب واحنا رايحين. لا لا خالص طبعا. يعني انا عايزه اقول لكم بما ان كان في برضو كواليس في الحظر كتير عدى علينا، من ضمن الكواليس دي رمضان. ممكن تكونوا قضيتوا رمضان ازاي؟ وحابه اوجه السؤال ده بالذات ليك يا عمار، بما ان في رمضان بننزل الولاد او الرجاله عامه معروفه انهم ان هم في رمضان دول مش بيسيبوا المسجد على طول، الفروض كلها اصلي المغرب واجي افطر اول 10 دقايق اول 10 ايام وبعد كده بنسيبه. لا لا ما تقولش كده. لا صريحه كده. لا طبعا انا حابه اعرف انت يعني عشت كواليس رمضان دي ازاي، بما اننا كنا لاول مره بنعيش حاجات لاول مره بنعيشها ما عشناهاش قبل كده. الصلاه والعزومات ولعب الكوره قبل صلاه الفجر بالنسبه لكم ده اهم حاجه. اهم حاجه. فانتوا قضيتوا كل ده ازاي؟ طبعا فتره رمضان كانت اصعب فتره، لان مفيش زي ما انت قلتي مفيش عزومات، مفيش لعب كوره، مفيش خروجات، مفيش اي حاجه. وكمان في اهم حاجه كنا فاقدينها الصلاه في البيت، الصلاه في الجامع. بقينا بنصلي في البيت، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحابكم. ودي كانت مزعله صعبه جدا. طبعا كانت مزعله الشعب العربي كله، عشان دي اهم الصلاه، والصلاه اهم حاجه في العباده كلها.
وصلاه الجمعه كمان بقت ظهر، فعشان كده بقت الدنيا بايظه خالص. الحظر خطبه الجمعه، خطبه الجمعه فعلا بوظ الدنيا. الحظر عمل حاجات كتير بوظ الدنيا. لا فعلا حتى رمضان كان السنه دي كمان، السنه اللي فاتت كمان رمضان كان مختلف جدا. رمضان من غير عزومات، رمضان من غير صله رحم، اخرنا تليفونات، تمام انت كويس، كل سنه وانت طيب وانت طيب وخلاص. كان كله كمان بيخاف يروح عند التاني اللي يكون عنده حاجه كورونا ومش قايل بقى عنده كورونا ومش قايل. انا اسفه اني هقطع كلامكم، بس معانا اتصال من ياسمين دلوقتي. رجعت الحمد لله. الو الو، ازيك ياسمين؟ انا كويس، انا ظهرت اهو، انا جيت يا جماعه. الحمد لله، معقول كده؟ منوره يا ياسمين. معلش ياسمين والله يعني كان في مشكله في الاتصال. انت عامله ايه؟ انا تمام والله، كان نفسي اطلع معاكم جدا النهارده. مفتقديني جدا. المواصلات بقى عامل ايه؟ مفتقدينك جدا. يعني موجوده معايا يعني ياسمين، والله انت موجوده بروحك معانا طبعا. قولي لي ياسمين، انت قضيتي فتره الحظر ازاي؟ او 2020 كانت ايه بالنسبه لك؟ كان عادة البيت والاكل، مفيش اكتر من كده يعني. عشان كده قلت لك الناس بجد كان البيت كان هو واخد كل حاجه مش اكتر يعني. تمام، يعني كلنا كنا في المطبخ الحمد لله وبناكل ونظبط. ماشي ياسمين، كنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده، اتصالك كان حلو قوي بالنسبه لنا، واخدنا منه طاقه ان احنا مش لوحدينا بناكل يعني. كلنا دخلنا قعدنا في المطبخ، الشعب المصري كله كان بياكل. طيب عايزه اقول لكم على حاجه كمان بالنسبه لمسلسلات رمضان. يعني انا عن نفسي كنت بشوف ان الحظر كان حلو قوي في حته مسلسلات رمضان، عشان ما كانش فيه بقى زحمه وبنتجول ما بين القنوات كده، عارفين يعني بهدوء. فعارفين يشوف كل مسلسل ومين كان مميز اكتر، ومين قدر يوصل كذا رساله من مسلسلاته، مين استمتعنا بيه اكتر. فانتوا شفتوا يعني حته مسلسلات رمضان دي ازاي؟ امير كراره كان عالمي. امير كراره كان عالمي، الدور اللي عمله كمان كان رائع جدا. هيعمل منه جزء تاني الاختيار باذن الله. تمام. في كمان النهايه بتاع يوسف الشريف جميل جدا. حلو، بيحكي عن نهايه العالم. وكمان في عامل يوسف الشريف بيعمل حاجه مميزه، ان هو بيختفي وبعد كده يرجع بيجي بحاجه فظيعه. كمان في 2021 رمضان كمان عامل كوفيد اللي هو 19. تمام. فبيعمل حاجات جميله جدا طبعا. يعني هم ما شاء الله المسلسلات كانت حلوه جدا. وكمان نسينا اهم مسلسل كان الترند الاول على مستوى العالم كله، البرنس احمد زاهر. طبعا يعني اتعرض للتهديد. بعد ما خلاص حظر بقى يعني يحصل لحظه ما. والله يعني عايزه اقول لكم ان فعلا ربنا يحفظ مصر من الكورونا. عايزه اقول لكم ان النهارده يعني كان يوم مميز جدا. عندنا كلام كتير عن الحظر وعن 2020، بس حابه اعرف من كل حد فينا احنا اتعلمنا ايه من 2020 سريعا كده. 2020 يكفي ان احنا كانت صعبه، يكفي ان احنا خسرنا فيها المخرج السوري حاتم علي. تمام. كان فكانت سنه صعبه، وفارس الكلمه كمان وحيد حامد الله يرحمه، بنعزي الفن عليه طبعا. كانت سنه صعبه، بس عرفنا فيها قيمه الستر، ان ربنا سترها معانا، احنا ماشيين بستر ربنا. الكلمه دي تترجم في 2020. في 2021 بتمنى سنه سعيده لفريق استراحه اللي انا فرد من عيلته، وبتمنى سنه سعيده لكل جمهور. كمان اتفضلي يا عمور. كمان فقدنا حاجات كتير زي فنانين حسن حسني رائد جدا، وفقدنا حاجات كتير جدا. سنه 2020 دي مش هتتكرر ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى في 21 ان شاء الله نكون الواحد حقق احلامه اللي هو محققهاش في 2020 ان شاء الله. يا عمار يا رب تكون سنه سعيده 2021 علينا كلنا. طبعا كنت مبسوطه ان انا معاكم جدا النهارده ومع المشاهدين الجمال دول. طبعا احنا في نهايه فقرتنا، بس مش في نهايه حلقتنا. استنونا الفقره اللي جايه هتبقى مع بلال عبده وموهبه مميزه جدا. وتعالوا نطلع لتقرير لطيف كده بيقول 2020 استفدنا ايه منها، و2021 استقبلناها ازاي. سنة 2020 كانت سنة تغيير وتحديد بصير، لكن الأكيد إن هي سنة عبرة في حاجات كتير. نزلنا برنامج الصراحة عشان نعمل تقرير نسأل رأي الشارع طلعوا من 2020 بإيه واستقبلوا 21 بإيه. تعالوا نشوف رأيهم. أعرفكم بنفسي، أنا عمر عصام، عندي 14 سنة،
في مدرسه الجيزه اللي في الجيزه هنا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انا يعني اكتر حاجه كانت وحشه في سنه 2020 ان انا ما كنتش بقابل صحابي، ما كناش بننزل بلاي ستيشن كده، ما كناش بنلعب. ترى والله حزنت عليك، واحدة ابكي. ويعني اتمنى ان سنه 2021 دي تكون سنه جميله جدا، ويعني والامتحانات ما تتلغيش ونكمل دراسه، عشان انا نفسي ابقى يعني اكبر كل شويه. ايه ده؟ اكبر كل شويه وابقى دكتور بيطري، ونفسي حاجات كتير جدا اعملها لما اكبر وكده. وشكرا. اكتر حاجه مفيده في 2020 ان هي فعلا علمتني كتير قوي، مهما كانت صعبه بجد بس هي علمتني كتير قوي. يعني فعلا صعبه ومريت بظروف كتيره وحالات نفسيه وحجر صحي، بس اتعلمت منها كتير قوي. بس انا عايزه في 2021 بس ربنا يوفقني في ثانويه عامه، بس علشان يعني ما يبقاش 2020 و2021 عليا يعني، مش اكتر. بس كده انت عبقريه يا ناس، فلتة من فلتات الزمن. الحمد لله يعني طلعنا ب 2020، يعني الحمد لله سنه عدت على خير بكورونا وبمرضها وكل حاجه وحشه فيها. يا 2020 كان فيها مشاكل كتير وخلت مننا ناس كتير بسبب كورونا، واتمنى 21 تبقى سنه سعيده علينا وتكون جائحه كورونا دي ما تبقاش موجوده في مصر ان شاء الله. يا 2020 بالنسبه لي كانت سنه صعبه جدا، ويعني معظمها كانت عياط، بس الصراحه الحقيقه ربنا عوضني باصحاب جميله جدا، وعوضني بان انا يعني شبه حققت حلمي. يعني واستمر 2021 ان انا هطلع في برنامج ان شاء الله، ويعني ان شاء الله يعني اهو هطلع هنا. نحن نسعى لغد مشرق. هو احنا في 2020 هي السنه كانت كويسه الحمد لله، بس ربنا يعني عدها على خير بسبب المرض اللي انتشر دوت، وكان عندنا فتره صعبه قوي علينا، والحمد لله يعني ربنا كرمنا، ونحاول باذن الله يكون العام الجديد ده عام سعيد علينا وعلى الناس كلها باذن الله. يعني بصراحه من اللي شفناه من 2020 يعني 2021 مثالي نهايه العالم. الدنيا خلاص يعني كورونا قاعده على التأمين. وفي حاجات كتيرة بصراحة في 2020 كانت من أسوأ السنين اللي شفتها في حياتي. 2021 صعب بصراحة، مش عارف بصراحة، صعب نكمل متهيألي. اسكت بقى! ده أنا بنورك! ده أنا بنورك! اسكت! اسكت يا أنت كنت لي منين! 2020 كنت بحلم بحاجات، و 2021 بقيت بحلم بحاجات أكتر بكتير. بس الفكرة إن مفيش حاجات حققت بصراحة يعني. أتمنى إن شاء الله إن هي تكون سنة سعيدة علينا وعلى الناس كلها، وأي حد بيحلم بحاجة يحققها. وانا اكون واحد من ضمن الناس اللي بتحقق الحاجات اللي هي تحلم بيها. ربنا يكرمه يا رب يا رب. وبكده نكون عرفنا راي الشارع في 2020 وازاي يستقبل 2021، ولو على الكورونا ازمه وهتعدي عشان كلنا قد التحدي. كانت معاكم ايمي علي من برنامج استراحه. سنتنا الجديدة لسه مكملة، والحمد لله خلصنا من السنة القديمة على خير، وزي ما السنة مكملة فاحنا كمان لسه فقراتنا مكملة، ووصلنا دلوقتي لفقرة مهمة ومميزة جدا. بس قبل ما ادخل فيها طبعا بشكر زمايلي اللي كانوا موجودين في الفقرتين اللي فاتوا، وبشكر كمان عمار ياسر وإيمي علي على التقرير الجميل اللي عملوه. بما ان السنة مكملة وبما ان فقراتنا مكملة، فاحنا معانا دلوقتي موهبتين مهمين جدا ومميزين جدا، لانه في ظل وجود السوشيال ميديا والتيك توك، وفي ظل وجود ناس كتير بتقول انه الجيل الجديد ما فيش منه امل، لكن احنا لحد دلوقتي لسه في روايات بتطبع، ولسه في ناس بتكتب كتب، ولسه في حفلات توقيع، ولسه في كمان قريب مهرجان معرض القاهره الدولي للكتاب باذن الله. لكن كمان في حاجه من الحاجات اللي انا بحبها جدا، فن مهم جدا جدا، وهو الانشاد. علشان كده معانا النهارده ضيفين مميزين جدا، انا سعيد بوجودهم، المنشد والمبتهل الحسين عبد الحميد. ازيك؟ اهلا وسهلا استاذ نوار، منور الدنيا. الله يبارك فيك. ان شاء الله نعمل النهارده حلقه جميله كده في بدايه السنه باذن الله. جميل. ومعانا كمان الشاعر والروائي محمد عبد السميع. ازيك يا محمد؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ أهل. كله زي الفل. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. اولا طبعا كنت لسه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الله يكرمك. قبل ما نتكلم في اي كلام خالص، تعالوا نبتدي كده بأنشودة خفيفة كده صغيرة نبتدي بيها الفقرة بتاعتنا. يلا يا حسين. بإذن الله تعالى. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا غصنان قوم مكللا بالذجب، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا غصنان قوم مكللا بالزجب، أفديك من الرداء أمي وأبي. العين إذا رأتك تخشى الرمدا، العين إذا رأتك تخشى الرمدا، والغصن إذا رأك مقبلا سجدا. يا حبيبي أنا إن أسأت في حبكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يعني عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني أنا بحييك على الصوت الجميل والإنشاد الجميل اللي بدأنا به فقرتنا، وبما أننا بدأنا بإنشاد فتعالى يعني أبدأ معاك وأسألك كده، يعني أنت اتجهت للإنشاد من إمتى وإزاي وإيه كان سبب اتجاهك للإنشاد بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة دي، وان شاء الله سبحانه يعني بالتوفيق في البرنامج المبارك ده يا رب ان شاء الله. بص حضرتك، وبناء على النشأة منذ ان التحقت بالازهر الشريف من الابتدائي حتى انتهيت من تخرجت من كلية اصول الدين والدعوة، في الازهر الشريف طبعا حفظت القرآن الكريم. جميل. طبعا وده خلاني برضك احب سماع المشايخ والقراء والمبتهلين، كذلك ايضا النشأة في البيت على يد الوالد رزق الله الصحة والعافية، وكذلك أخي الأكبر الشيخ أحمد عبد الحميد. كنا دائما نحضر الحفلات اللي فيها القرآن الكريم والابتهالات والمدائح النبوية والإنشاد الديني. بسم الله ما شاء الله، النشأة متأصلة في ده، يعني مش أنت الوحيد. الحمد لله. جميل. ده خلاني برضك يعني أحب السماع، أحب أسمع المشايخ وأعرف المشايخ أكثر. إلى الحمد لله يعني كتب الله سبحانه وتعالى لي القبول عند كثير من الناس إن هم يحبوا يسمعوني وشجعوني، يعني والحمد لله. يعني يا رب اتمنى لك التوفيق دايما. طيب نروح بقى للشاعر والروائي محمد عبد السميع مصباح. محمد نزل له روايه قبل كده بعنوان قسوه انثى، بقولها صح مش كده؟ تمام. نزلت روايه بعنوان قسوه انثى او قسوه انثى، وان شاء الله كمان جاي له في الطريق حب القلب للقلب وديوان اعتزلت الاهتمام. شعر ورواية، يعني جاب الوقت ده كله منين أولا؟ ثانيا قول لي برضو الموضوع بدأ معاك إزاي؟ أنا بداية كان في 2015 بدأت كتبت أول قصيدة ذات الاهتمام، ثم بعد كده اتجهت للرواية أكتر، لأن عندي في مدينة بلقاس وأهل الأدب والشعر واللي دعموني وقالوا لي كمل في الرواية أفضل أولا، فكملت الرواية وطبعتها ونزلت، ثم بعد كده شغال في الشعر. جميل. وجالي كتابة ديوان اعتزلت الاهتمام والرواية الأخرى إن شاء الله.
يعني طبعا يا رب بالتوفيق ليك ان شاء الله، والناس كده ترجع زي زمان بقى، نبتدي نرجع نقرا تاني. وانا عارف طبعا انه اكيد الدنيا مش سواد، احنا لسه في ناس بتقرا، ولسه الجيل الجديد كمان بيقرا، ولسه في كتير من الشباب الصغيرين الاصغر مننا كمان بيروح معرض الكتاب وبيحضر حفلات توقيع وهكذا. نتمنى لك باذن الله التوفيق دايما، واي حد طبعا حابب يتابعهم الاثنين هيبقى معانا ان شاء الله دايما من خلال صفحتنا، صفحه برنامج استراحه. طيب زي ما بدانا بانشاد، تعال بقى نبدا يا محمد، بيقول لنا كده شعر صغير كده بسيط نبتدي بيه الحلقه بتاعتنا ولا ايه؟ تمام جاهز؟ كان طيب خد المايك كده جميل، وهنقول كده يعني طقطوقه صغيره او شوف هنسميها ايه يعني زي ما تحب. كان ذنب مين فينا الوداع، مين اللي خان مين اللي باع، كان ذنب مين فينا الوداع، مين اللي خان عهدنا مين اللي باع حبنا، مين اللي ساب مين اللي باع حب السنين، مين اللي ناوي يعيش في العذاب قولي مين، غير قلبي اللي عاش الحب بصدق مع ناس قاينين، مين اللي يقدر ينسى حب العمر روح القلب حب السنين، ذنب مين اسهر في ليلي وحدي حزين افتكر حب ليك ايام وليالي وسنين، ذنب مين دموع عينيا تبكي شوق وحنين، ذنب مين اسهر في ليلي وحدي حزين، ذنب مين دموع عينيا تبكي من جرحك سنين، كان وداع من كلمتين في كلام حزين، كان وداع مليان سكون مليان الم، مفهوش كمان حتى سلام بالايدين، حسيت ساعتها بالضياع، الدموع قالت لقلبي مفيش رجوع، ما كانش فيه اتفاق على الفراق، كان ذنب مين فينا الوداع. جميل يا محمد. طيب يعني ده هيخليني اروح للحسين. دايما دايما بنسمع اغلب الناس اللي بتنشد مش بتغني، واغلب الناس اللي بتغني مش بتنشد. هل الفرق، يعني هاخد يعني سؤال سريع كده، هل الفرق من وجهة نظرك ما بين الانشاد والغنى الكلام ولا المزيكا؟ يعني الفرق في الكلمة اللي بتتقال ولا الفرق في الموسيقى اللي بتتحط سواء هنا او هنا؟ هو حضرتك يعني الانشاد الديني دايما كل واحد دايما على حسب النشأة زي ما حضرتك كلمت حضرتك، هو واللي بيكسر منه. انا بحب مثلا اسمع انشاد، وانا كمان على فكره مثلا يعني فتلاقي مثلا متعلق بالانشاد الديني، واحد مثلا بيحب يسمع اغاني فمتعلق بالمغنيين والمطربين، واحد متعلق بالمنشدين. برضه الفرق بين الغناء والانشاد ان الغناء ان الانشاد الديني مقصوده ويوصلها رسالة هو تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهو طبعا الموضوع بيبقى رسالة أكتر منه فن، هو رسالة صح أكتر منه أنه بعمل حاجة فنية، هو رسالة مش كده؟ طيب يعني قل لي بقى بتحافظ على المستوى ده إزاي، أن أنت تبقى في المستوى ده وتفضل محافظ على صوتك، خصوصا الإنشاد بيبقى محتاج دايما شغل كبير ويعني وبيتقال فيه كلام محتاج مخارج ألفاظ معينة وهكذا. يعني في هي موهبة فقط ولا أنت في تدريب ودراسة؟ هي موهبة، في موهبة لازم تكون موجودة طبعا أنت أي واحد قبل ما يدخل في الموضوع ده، لكن برضك لازم متابعة الصوت وتطوير الصوت، كذلك برضو كسرة السماع والتعلم من المشايخ برضو وتدريب الصوت. طيب محمد، قول لي يا محمد اسالك سؤال كده سريع قوي وبعدين نخش في السؤال اللي انا اصلا كده كده عايز اساله لك. انت ممكن تتجه للرعب بما ان الرعب مشهور قوي الفتره دي، تكتب رعب؟ ممكن. ممكن يعني ممكن تاخد التجربه دي؟ ممكن ان شاء الله. طيب قول لي بقى الالهام بيجي ازاي، وانت بتاخد وقت قد ايه في كتابه القصه او الروايه؟ انت ما شاء الله في روايتين هينزلوا وفي روايه نزلت وانت سنك صغير، تاخد وقت قد ايه علشان تكتب؟ انا الروايه الاولانيه يعني كانت طولت معايا، كتبتها في 3 سنين. في 3 سنين انت بتكتب بقى وانت صغير اصغر من كده كمان؟ لا انا بدات في 2015 فخلصتها في 2019 وقدمتها و12، لكن ان شاء الله الروايه الجديده يعني واخده وقت اقل والشغل بعد كده يكون اقل ان شاء الله، وبيكون بالليل مثلا بكون مع مع نفسي في الغرفة. يعني هو طبعا الإلهام هو رقم واحد بعد يعني الشغل. الإلهام هو رقم واحد سواء هنكتب شعر أو هنكتب قصة أو رواية أو حتى هنعمل حلقة زي دي. طيب إحنا طبعا لأن وقتنا مش كبير ويعتبر خلص، فإحنا محتاجين دلوقتي نسمع طبعا
زي ما بدأنا مع الحسين عبد الحميد. الحسين مش حسين صح؟ الحسين. الحسين عبد الحميد، وأنا كنت سعيد جدا بوجودكم، فتعالى نختم معاه وبعدين نقول كلمة أخيرة. هنقول إن شاء الله قصيدة وجميلة الشاعر عام عندي، وهو من الشعراء المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى له دوام التوفيق. ماشي. سيدي يا رسول الله، قد زاد شوقي وفاضت منه كاساتي، قد زاد شوقي وفاضت منه كاساتي، لما ذكرتك مشتاقا بأبياتي، تجمل الشعر قبل الوصف من فرح، تجمل الشعر قبل الوصف من فرح وراح منتظرا من حبه قمرا، صلى الإله على المختار في الملأ ما ردد الخلق ألفاظ التحيات. شكرا جدا للحسين عبد الحميد ولمحمد عبد السميع، انا كنت سعيد بوجودكم، وطبعا يعني تابعوهم من خلال تواصل مع فريق عمل البرنامج ومن خلال صفحتنا ان شاء الله، صفحه البرنامج. وكالعاده زي ما بنختم وهنختم كل مره، هنقول بما ان حلقتنا خلصت، من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه.